دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دول العالم لتوحيد الجهود ضد تنظيم داعش، مؤكدا على ان العالم لابد من ان ينتبه لهذا التنظيم الخطير الذي لا يهدد العراق والمنطقة فحسب بل العالم اجمع. وخلال لقائه الرئيس الامريكي باراك اوباما على هامش مؤتمر قادة مجموعة السبع الكبار في العاصمة الالمانية برلين، شدد العبادي على ضرورة محاربة عقيدة التنظيم المتطرفة والمواجهة ضد الدين والانسانية. احنا خضنا ونخوض عدة معارك مع داعش، واحدة من هذه المعارك، في كل هذه المعارك نحن ربحنا جولة مع داعش، ولكن واحدة منها هي الرمادي، وخسرنا الرمادي، بس أنا أقول إن شاء الله مؤقتا. بعد الرمادي القوات العراقية بضمنها الحشد الشعبي اللي هو تحت سيطرة القادة العام القوات المسلحة وتحت سيطرة الدولة العراقية الآن بالكامل، أعاد مرة أخرى أخذ زمام المبادرة، وتم تحرير مساحاتنا الأرض تعادل عدة أضعاف من مساحة الرمادي. وأضاف العبادي أن قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي إلى جانب قوات البشمركة وأبناء العشائر حققت انتصارات واسعة خلال الأيام القليلة الماضية في بيجي والسرسار وتتقدم بقوة في الأنبار وعلى باقي الجبهات. كما أثنى باراك أوباما خلال لقائه على التزام حكومة العبادي بالوقوف ضد الإرهاب، مؤكدا في ذلك على التزام واشنطن بدعم العراق في حربه ضد الإرهاب. وبدورها أعلنت وزارة الدفاع العراقية تسلم دفعة جديدة من صواريخ AT4 المضادة للدروع من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، على أن تتسلم دفعات أخرى في المستقبل القريب. وعلى الصعيد الميداني تمكنت قوة من فرقة التدخل السريع الأولى بمحافظة الأنبار من صد هجوم لتنظيم داعش شرق مدينة الرمادي على مناطق الحراريات وصبيحات بمدينة الكرمة. كما قصف الطيران العراقي بمعاونة طائرات التحالف الدولي مواقع للمسلحين في مدن القائم وبيجي وسنجاري وتلعفر.